تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف، هنتكلم شويه عن لجنه الطفل في النادي الاهلي، وهي واحده من اللجان النشيطه جدا الحقيقه، واللي مؤخرا وبالتعاون مع اللجنه العليا للجان وطبعا تحت اشراف الاداره المركزيه الاداره التنفيذيه في النادي، نظمت في فرع النادي بمدينه نصر اليوم التعريفي بكيفيه ممارسه لعبه البادل تنس لاعضاء النادي وابنائهم، وكمان التعريف بقواعد هذه اللعبه وقوانينها. تابعوا معنا التقرير ده. الحقيقه احنا كل مره في لجنه الطفل بنحاول ان احنا ما بنعمل ايفنت بنحاول نفكر ايه اللي ممكن العضو يستفيد منه، فبنحاول بقدر الامكان نشوف اللي هي امكانيات النادي وتكون مش ظاهره قوي فبنحاول نبرزها. ففكرنا قبل كده الحقيقه في العاب القوى، الحمد لله جابت نتيجه كويسه معانا وفضلنا وراها لحد ما الحمد لله اطفالنا دخلوا فرق وداخلين باذن الله بطوله الجمهوريه ان شاء الله في 2026، وده اول حاجه تتعمل ان يبقى في اعضاء من النادي نفسهم داخلين في فرق العاب القوى، فكانت دي خطوه الحمد لله احنا فرحنا منها قوي. اما اتعملت ملاعب البادل في اهلي مدينه نصر واهلي الشيخ زايد، احنا طبعا شفنا ان الاعضاء كتير جدا عمال يقولوا ايه هي البادل تنس، ايه هي البادل تنس، مش عارفينها، وبعدين هم مش عارفين يستفيدوا منها ازاي، واللعبه جديده ومنتشره بره النادي وجوه النادي، وطبعا طالما ان احنا عندنا الحاجه موجوده جوه النادي فلازم ان احنا نوصل المعلومه للاعضاء بشكل كويس. ففكرنا الحقيقه كانت فكره الاعضاء، مجموعه من الاعضاء، وكان اهمهم احمد حسنين عضو لجنه الطفل باهلي مدينه نصر، قال ان احنا نعمل يوم تعريفي زي ما احنا نجحنا في العاب القوى، نعمل يوم تعريفي كمان للبادل للناس، بس بشكل يعني نقدر ايه سهل ان احنا نوصل المعلومه. احنا كان الهدف من الايفنت نفسه ان يبقى فيه مشاركه. احنا عملناها حددناها من سن 8 سنين ل 14 سنه. وسمحنا فيها، احنا بقى لنا فتره في لجنه الطفل ان احنا بنعمل مشاركه اسره. يعني معظم الاقبال حصل بسبب ان الاسره كلها مشاركه معانا. الوالد والوالده، يعني مش الاطفال بس، لا ده باباهم ومامتهم بيشاركوا معانا فيها. بادل تنس منتشر دلوقتي جدا بشكل كبير، والنادي الاهلي دايما اتعودنا منه ان هو دايما سباق في الالعاب، اي لعبه جديده بنحاول ان يبقى موجوده للاعضاء ان هم يقدروا يمارسوها. ملاعب البادل تنس افتتحت من كام شهر في النادي، وحاولنا ان احنا نخلي فيه اقبال للعبه او نحاول ننشر اللعبه، لان كان في تساؤلات كتير. احنا دايما بيجينا الافكار من جوه النادي، يعني تساؤلات الاعضاء والحاجات اللي بتقابلهم نفسهم يعملوها، بنحاول احنا كلجنه الطفل في النادي الاهلي ان احنا نوفيها لهم ونقدر نخليها موجوده ومتاحه ليهم. انا اول لما شفت الاعلان كان على اللينك على الفيسبوك على الصفحه بتاعتهم، وقدمت، وكنت فاكر بصراحه ان هي يعني هقدم ومش يعني مش هيبقى فيه اصلا اليوم ده، بس لقيته فعلا موجود وجات لي المسج على الواتساب. وكان السن هم عاملينه للاطفال، بس هم فتحوه برضو للكبار شويه اللي احنا نقدر نيجي معاهم مع الاولاد. اليوم جميل والاغاني حلوه وكل الاكتيفيتيز حلوه يعني، وكانت الرياضه حلوه، ومتحمس ان يعني احسن فيها ميكس ما بين التنس والسكواش، فمتحمس يعني اللعبه وان اشترك فيها واكمل فيها. والله يوم لطيف، يوم لطيف لانها رياضه لسه جديده، ويعني احنا كلنا عندنا باك جراوند من التنس والسكواش، بس مش بروفيشنال فيها، فلا سمعت ان اللعبه دي مزيج بين الاثنين وممكن تناسب الصغيرين والكبار، فلقيتها لطيفة، كان حتى الايفنت كان لطيف يعني. مامتي قالت لي ان النادي بيعمل ان احنا نجرب البادل تنس دي، فجينا النهارده وانبسطنا ويعني كانت حلوه. ماما قالت لي ان في مره ممكن نجرب فيها البادل، فانا قلت ماشي ممكن، فدخلت دلوقتي لعبت، وانا اصلا كنت بتدرب تنس من قبل كده فعارف يعني عن اللعبة شوية.